حالة من الاستياء الشديد سادت بين أهالي الموصل عقب رفع الحكومة الرسوم الضريبية المفروضة على أصحاب المحال والعقارات وأجور الكهرباء بنسبة 50%. فلا يخفى على أحد الوضع المتردي الذي يعانيه أهالي المدينة المنكوبة ومعاناتهم المستمرة منذ سنين، الأمر الذي عده أهالي الموصل تهميشاً وتضييقاً آخرين تمارسه الجهات الحكومية عليهم. إنها فعلاً إساءة لأهل الموصل، يعني 50% أعتقد هو الكاهل المصلاوي أنه قد تعب من جراء المعيشة ومن جراء الحروب، من جراء الإساءة، وتأتي الحكومة وتفرض عليه ضرائب، هذه وكأنه يعني عيني عينك، يعني أنت يا مصلاوي مهمش ملحق متابع تعبان. مواطنون أشاروا أيضاً إلى أن توقيت اتخاذ مثل هذا القرار غير صحيح، خاصة مع ما تعانيه الموصل وسكانها من ضيق الحال وتعطل سوق العمل، إضافة إلى أنه سيفسح المجال واسعاً أمام الفاسدين والسراق من مسؤولي نينوى الحكوميين لاستغلال هذا القرار لصالحهم. موضوع فرض الضرائب على العقارات في نينوى، أنا أعتقد هذا الموضوع يعني توقيته غير صحيح، لأنه الموصل تعاني ما تعانيه من أزمة عمل. إذا كان المنفذ الحدودي اللي كانوا يقولون الجمرك، مؤسسة الجمارك، هيئة الجمارك تقول بأنه 25% كانت الضريبة، ارتفعت الأسعار لدينا 100%، فكيف لما تفرض الضرائب وبقيمة تصاعدية قيمتها 50%، فكيف ستصبح حياة المواطن؟ هذه طريقة رائعة تتبعها الحكومة العراقية لإجبار أهالي الموصل لترك أهل الموصل، ترك الموصل للعابثين فقط وللفاسدين فقط وللحرامية فقط وللمجرمين. إصدار الحكومة مثل هذه القرارات التعسفية بحق الموصل وأهلها ليس بالأمر الجديد، حيث سبق وأن أصدرت قرارات تلزم الموصليين بدفع ضرائب بأثر رجعي عن سنوات سيطرة تنظيم الدولة على المدينة، ضاربة عرض الحائط كل مفاهيم ومعايير المواطنة التي يجب أن يتمتع بها أهالي الموصل الذين يعيشون الأمرين منذ 16 عاماً.